البنوك كلها سواء يا سيد شربيني، هل علينا أن نؤمن بالإسرائيليات؟ فيها تفصيل. الإسرائيليات أولا هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل، الله ذكر أمورا حدثت لبني إسرائيل هذه يجب أن نصدق بها، وإلا كفرنا لأننا تكذبون لا تكذب القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه جملة حديث في شأن الإسرائيليات وبني إسرائيل، هذه الأحاديث مثلا حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وحديث ثلاثة الذين دخلوا غار فانطبقت عليهم صخرة، حديث اسقي أرض فلان، أحاديث كثيرة، أمور كثيرة نقلت عن بني إسرائيل فهذه تصدق. فإن ثبت النقل صدقنا، كذب النقل لم نصدق. وفيها تفصيل أوسع.